برحب بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة ان احنا يعني بيبقى نفسنا ان كل الاخبار تكون ايجابية، وان اليوم يمر دايما بسلام من غير قلق ومن غير مشاكل ومن غير حوادث، لكن يعني للأسف بنكون في حالة حزن لما بنحس بان في حادث مؤلم وفي قتلى وجرحى لأي خبر دلوقتي عاجل. يعني اسمحوا لي ان انا اقراه مع حضراتكم، هو من بوابة الجمهورية، انباء عن قتلى وجرحى في انفجار احدى القطارات. نشب صباح اليوم انفجار هائل في محطة مصر بسبب اصطدام قطار بجسم حديدي ادى لانفجار خزان الوقود في المحطة، وانباء عن قتلى وجرحى في انفجار احدى القطارات. نشب صباح اليوم انفجار هائل بسبب اصطدام القطار بجسم حديدي. احنا هنحاول يكون معانا مداخلة ناخد تفاصيل اكتر عن الخبر ونشوف الاجواء في محطة مصر والخسائر وصلت لفين اثناء طبعا الفقرة واثناء الحوار قبل انتهاء الحلقة. اسمحوا لي ارحب بضيوفي دكتور اشرف شكري الخبير التربوي وعضو المنظمة الدولية والمصرية لحقوق الانسان والتنمية. اهلا بحضرتك يا دكتور، اهلا صباح وسهلا بحضرتك، الخير. صباح النور. كمان معانا فلوباتير ايمن صف الاول الثانوي، اهلا بيك يا فلوباتير. اهلا بيك، صباح الخير، صباح النور. منورنا. اهلا وسهلا بيك. وبرضو احنا يعني خصصنا الفقرة النهاردة لان يعني اولياء الامور والطلبة الحقيقة لسه لغاية دلوقتي، وعلى الرغم من ان احنا في الترم الثاني، لكن لسه عندهم كتير من التخوفات والتساؤلات. هبدأ مع حضرتك يعني تقييم عام للفترة اللي فاتت في قبول الطلبة وأولياء الأمور والمدرسين وطريقة تعاملهم مع النظام الجديد والتابلت. تمام. طبعا اسمحي لي أبدأ دلوقتي أولا طبعا بموضوع مهم جدا جدا، نعرف فكرة التطوير. أي فكرة تطوير أو حركة تطوير تحصل في المجتمع أكيد بيبقى ليها بعض الاضطرابات. وطبعا بالنسبة لموضوع التابلت اللي هو بالنسبة للثانوية العامة، هو يعتبر هو آن الأوان اللي هيحصل عملية طفرة في تطوير حركة التعليم في مصر. وبدأ فكرة الكاهل، كانت الشكاوى الكتيرة اللي كانت بتعول اللي هو المناهج التعليمية والكتب وبعض المشاكل اللي بتعوق أولادنا في شيل الكتب والأشياء، الحاجات الكتير جدا اللي كنا بنعاني منها. أصبح التعليم في مصر دلوقتي بيبقى فيه منظومة، وعلى فكرة هو مش فكرة الثانوية العامة بس، هي بدأت من مرحلة الكي جي 1، وبدأت تشتغل بمرحلة أولى اللي هو الصف الأول الابتدائي. وبدأت المدارس تدعم، وتقريبا تدرب أكثر من ما يقرب من حوالي 830 ألف معلم دخلوا بالفعل على نظام فكرة اللي هو بنك المعرفة. والسيد الدكتور الوزير طبعا الدكتور طارق شوقي قدر يقوم بفكر حلو قوي، فكرة تعليم اللي هو وتدريب المعلمين قبل ما يدرب أو يخش في المنهج العام بالنسبة لمرحلة الثانوية العامة أو بالنسبة لمرحلة اللي هو التعليم الابتدائي اللي هي المراحل الأولى. احنا أي فكرة تعليم بتمر ليها فترة معينة، لكن احنا عارفين أن التعليم في مصر من الفترة اللي فاتت كلها مر بمراحل. احنا للأسف مرينا بتجارب كتيرة جدا، وطبعا الكل خايف من التجربة، لكن أعتقد المرة دي أن التجربة دي إن شاء الله هتنجح. مش مجرد فكرة اقتصادية راحت عشان خاطر تابلت واتصرفت مليارات على التابلت والكلام ده كله، لا، احنا بنبص النظرة المستقبلية ان شاء الله ان المنظومة بتاع التعليم في حركة التطوير الجديدة دي هتنجح، وهتلاقي خبر وهتلاقي صدى جميل جدا. يا رب احنا كلنا نفسنا في كده دكتور. ان شاء الله. يعني هخلي حضرتك تتكلم معانا اكتر عن فكره تدريب المعلم، وبالفعل النتائج اللي انتوا شفتوها ايه، وكل المعلمين تم تدريبهم ولا لا، بس نسمع راي فلوباتير في التجربه دي. انت في اولى ثانوي، يعني وانت داخل في اول السنه عرفت ان انت هيتطبق عليك النظام الجديد والتابلت والثانويه العامه الجديده، كنت متخوف طبعا في الاول ولا فكره جديده؟ فانا لسه ما اتدربتش عليها. ما سلمناش من الترم الاول، احنا سلمونا لسه من الترم الثاني، يعني لسه مستلم الاسبوع ده. ده التابلت بتاعك يا فندم؟ هو ده. استلمته في الترم الثاني. ايوه استلمته في الترم الثاني. فلما انا استلمته مش عارفين نشتغل عليه، لغايه دلوقتي هم لسه ما علموناش عليه اي حاجه. لسه لما تيجي تعليمات اللي احنا نتدرب عليه. يعني الترم الاول انتوا اتعاملتوا ازاي بقى في الامتحانات من غير التابلت؟ ورقي. ورق. ما كانش في دكتور الترم الاول، يعني هل طبعا مش كل الولاد كان معاها او ما كانوش لسه استلموا التابلت؟ هو بالفعل ما حدش استلم خالص كان التابلت الاولاني. كان المفروض يتمرنوا في الترم الاول بحيث ان لما يوصل التابلت ويبقى معاهم ما نضيعش وقت اكتر من كده، لانه مرتبط بامتحاناتهم، ولا الوضع هيبقى عامل ازاي الترم ده؟ تمام يا فندم. هو في النقطه دي طبعا هو كان في مخاوف كتيره جدا، ازاي اتعامل مع الطلبه اللي هم لسه ما اتعاملوش اساسا مع التابلت اللي هو شيء كان جديد بالنسبه لهم، وطلعت اقاويل كتيره ان التابلت شيء سيء جدا بالنسبه لهم، وازاي الطالب اصلا هيمتحن وهو مش فاهم اي حاجه خالص. هو
الطلبه مش كلهم بيبقوا شاطرين في يعني معلش هكام حاجه في الباتير، انت اصلا شاطر في الكمبيوتر في الموبايل يعني. بتاعك بتقدر تعمل سيرش يعني في العادي بتاعك غير نظام التابلت انت كويس. ايوه بس هي يعني احنا كنا اساسا شغالين ورقي، ازاي انا هتنقل من ورقي التابلت؟ والاسئله كمان مش كانت بتيجي بالنص. احنا بنفهم ما كناش يعني الفهم كان قليل، كان الاسئله بتيجي مباشره. اللي انت حافظه ومذاكره هو اللي هتلاقيه. هو. فانت مش عارف دلوقتي تعمل ايه. حتى اللي كان عايز يفهم ما كانش قادر يفهم. كان طيب نخلي دكتور اشرف كده يوضح لنا دي. اتفضل دكتور. اظن ده كلام تمام جدا في المقوله اللي انا قلت لحضرتك فيها، ان هم اتعودوا على التلقين والحفظ ما تمش من خلال اللي هو التدريب او بتاع. والمخاوف اللي حضرتك السؤال اللي حضرتك سالت فيه، فعلا عدد كبير جدا من الطلبه مش مدركين قوي نقطه التابلت، او جايين مثلا في مجال الميديا او مش متوفر معاهم الكمبيوتر. خبره في التكنولوجيا بالعكس. احنا دلوقتي اصبحنا في عصر اللي هي معلومه التكاوي، فما بقاش دلوقتي حد كتير جدا ان هو يعمل ممسك اللي هو الكتاب او يقرا او بتاع. حتى الجرايد دلوقتي اعتقد حتى اللي هي وسائل الاعلام بقت منتشره عن طريق اللي هو السوشيال ميديا. صحيح. والاشياء دي كلها. فلو جبتي طالب صغير دلوقتي مسكتيه تابلت او موبايل هتلاقيه اشتغل عليه بصوره يمكن اكتر بكتير من اللي هم طبعا الكبار. فدي صوره مبدئيه لفكره اللي هو فكره نقطه اللي هو التلقين والحفظ وبتاع، فمش عارف اي حاجه. ثانيا في نقطه مهمه جدا عشان المخاوف اللي حصلت كتير قوي او الشكاوي اللي حصلت، ان ابنائنا طالما جالهم النت او اللي هو طبعا التابلت والكمبيوتر وبتاع هيخشوا على مواقع احنا طبعا مش هنقدر نسيطر عليها. بالعكس ست الوزير عمل حاجه جميله جدا، ان هو عمل ربط ما بين شركه اتصالات الشركة المنتجة أو الشركة اللي هي الراعية اللي هي شركة سامسونج، يعني شركة محترمة جدا بالنسبة لموضوع اللي هو التابلت. كان بيتقال إن هو هتبقى طبعا تابلتات صيني وهيبقى ما فيهاش صيانة وهيبقى خوف على الأولاد ويتسرق. التابلت ده رقم واحد هو تابلت تعليمي فقط لا غير، وكل الغرض منه لا يستخدم إلا مجال التعليم وخاصة في مرحلة التعليم الثانوي. للبرامج يعني كافية استخدامه والحاجات اللي عليه خاصة بس بالتعليم. جميع التطبيقات اللي موجودة على اللي هو التابلت أساسا اللي هو موجود ده هو عبارة عن تابلت سامسونج، هو عبارة عن 10.1 بوصة. التابلت ده أساسا كل البرامج وكل التطبيقات اللي عليه متوقفة تماما. كل اي حد او اي طالب هيحاول يخش على اي موقع هتلاقيه على طول. انا كنت اسال حضرتك يعني هو ما يقدرش يعمل داونلود لاي ابلكيشن مثلا؟ استحاله. كل اللي هيقدر يعمله فيه، حتى بعض المواقع اللي هو البي دي اف اتفتحت فتره لبعض الطلاب من طلاب الثانويه العامه، طبعا حاولوا ان هم يجربوا لان لسه ما تمش ادراكهم او اللي هو تنظيمهم او فكره تدريبهم ازاي يتعاملوا مع التابلت. والمفروض في كل مدرسه يكون فيه سبوره سمارت، وفي طبعا مع كل معلم متخصص في تابلت يحصل عمليه ارسال. انا لو قعدت دلوقتي مع طالب عادي جدا لسه حتى ما اتعاملش مع التابلت وقلت له اعمل لي مسج كده واعمل لي سند ليها او ارسل لي، اول على حاجه هيقدر يعملها على طول يبعت لي على رساله ويبعت لي مسج. تمام. نفس فكره الامتحانات بالظبط بس بصوره مبسطه. ثانيا طول فتره اللي هو الدراسه الفتره الحاليه هيبدا طبعا تدريبهم، لان لسه لغايه دلوقتي الشبكات فعلا اتصلت بكتير جدا من المدارس، ولكن في بعض مدارس مش هنقول كلها طبعا، بعض مدارس ما تمش اللي هو التوصيل الفعلي اللي هو الواي فاي. على فكره الواي فاي هو يتعامل ازاي دكتور يعني في لوباتير وكل اللي زيه في اولى ثانوي؟ الفتره اللي باقيه من الترم فتره قليله، واحنا بالفعل خلاص هي اتحسبت عليهم ان دي هتبقى طريقه الامتحان ودي السنه بتاعتهم، يعملوا ايه دلوقتي؟ تمام. انوه بس لسيادتك على نقطه صغيره قوي، ان السيد الوزير اكد قوي ان المرحله اللي هي في الصف الاول السنه دي يعتبر مرحله تجريبيه، كانها فتره تدريبيه للاولاد ازاي يتعاملوا مع التابلت. بدليل ان الفتره الاولانيه لما ولم يتم تسليم التابلت من المفروض كان يتم استلامه من شهر 9، طبعا ما استلموش، فالترم الاول دخل عليهم، فطبعا هم مش عارفين هيمتحنوا ايه بالظبط. فكانت الهدف الاساسي كله الانهاء خالص على فكره منظومه الثانويه العامه. وكتير جدا من المعلمين على فكره اللي كانوا الاولاد، هو طبعا اكيد هيأيدني في الموضوع ده، فكره الدروس الخصوصيه بدات تقل بنسبه كبيره، لان المعلم نفسه مش عارف هيدي ايه، مش عارف ايه اللي هيحصل في فكره برنامج التابلت. فاصبحت المنظومه فعلا ناجحه بالفعل. يبقى رقم واحد كنا بالاول بنعاني من فكره اللي هو الغش في الثانويه العامه، وحاربنا بعض مواقع السوشيال ميديا عشان التسريب والكلام ده. لا دلوقتي المنظومه بقت افضل واقيم، ومش هنعرف صداها دلوقتي الا على مدى سنوات متعدده. انا مع حضرتك وبوافقك الراي جدا، التطوير مطلوب، الفكره على المدى هنحس بصداها جدا، لكن احنا المشكله كلها اللي بنعاني منها دلوقتي فيها في اول سنه للتاخير اللي حصل في استلام التابلت، ولسه برضو خلينا نقول ان في عدد من المدرسين ومن الطلبه مش عارفين انهم يتعاملوا مع النظام الجديد. في لوباتير انت كنت بتاخد دروس؟ كنت باخد.
كل المواد؟ لا مش او كتير يعني. كنت تاخد في مواد كتير. طيب طريقتك وانت بتذاكر السنين اللي فاتت لغايه ثالثه اعدادي، وطريقه مذاكرتك الترم الاول بتاع اولى ثانوي ده، رغم ان الامتحان كان ورق يعني، بس عشان الظروف دي. ايوه ورقي، بس برضه الاسئله جت يعني، انا ما كناش متوقعين اللي هي هتيجي كده، عشان ما كناش عارفين الامتحانات جت فهم. كنت متوقع ايه ولقيتها ايه؟ يعني النماذج الاسترشاديه اللي نزلت قبل الامتحان احنا شفناها، اللي كانت على موقع الوزاره. ايوه تمام، احنا شفناها، بس الاسئله ما جاتش مباشره اصلا، ما اندمجناش معاها بسرعه. ما جاتش شبه النماذج الاسترشاديه يعني، مختلفه ولا انت عشان برضو حتى النماذج دي بالنسبه لك كلها شكل جديد للامتحانات، مش واخد عليه كلها شكل جديد؟ احنا لغايه ثالثه اعدادي كنا بنحفظ بس سؤال واضح ونحفظ هو ما، وفي العربي يعني، في العربي كنا كانت النص او الدرس القراءه ده كنا بناخده، هو اللي بيجي بنحله على طول من غير حتى ما نقرا الفقره او بتاع، احنا بنكتب الاجابه على طول عشان حافظ. لكن دلوقتي هتجيلنا قطعه من بره لازم نقراها ونفهمها عشان نحل الاسئله عليها. والاختيارات هتيجي شبه بعض لازم نفهمها قبل ما نحل. في زمايلك كده في الترم الاول كانوا بيقولوا عشان الامتحان كان اللي هو الاوبن بوك، احنا حتى الكتاب قدامنا بس برضو مش عارفين نطلع. انت مريت برضو في مواد فعلا ما حدش هيقدر يطلع منها، عربي انجليزي رياضه كيمياء، المواد دي كلها هتيجي الاسئله فهم بس. وفيزياء يعني، فيزياء لما تجيلك مساله انت هتطلعها ازاي؟ اكيد مش تيجي هي اللي في الكتاب، اكيد هتعتمد على الفهم. انت بعد التجربه بتاعه امتحان الترم الاول، ورحنا لسه في بدايه الترم الثاني، لسه عندك اللخبطه دي بغض النظر عن التابلت، واحنا بنتكلم هنتمرن عليه، بس فكره الامتحان انا استوعبتها خلاص يعني، عرفت ايه الطريقه الجديده بتاعه الامتحانات؟ أيوة ولا لسه؟ ايوه، بس هي عايزه تدريب اكتر، تدريب بكميات كتيره على التاب والحل والأسئلة هتيجي، التفكير ممكن والوقت كمان قليل مش كتير. فلازم دكتور يعني الطريقة أكتر من رائعة، هتعلم الولاد إنه يفكر. تمام، يقرأ بالزبط. ويفكر، هو ده المطلوب في التعليم المستقبلي. طيب اللي هيصحح بقى، المفروض ان هو دلوقتي ما بقاش عنده نموذج اجابه زي زمان. بالظبط كده، اللي هي الكلمه دي لو حرفين غلط منها يبقى الاجابه بتاعتك غلط. بالظبط، المدرس اللي هيقعد يصحح ده مش هو كمان المفروض انه بيكون مدرب المقاييس الحكم على الدرجات عشان يقدر ياخد؟ هتبقى ازاي؟ اكيد طبعا يا فندم، هو تم فعلا فكره التدريب اللي هو المعلم اولا قبل ما يتم توزيعه على اللي هو فكره التابلت، ومن فتره طبعا يعتبر من حوالي من فتره شهر 7 او من شهر 7 او شهر 8 الماضي، طبعا بدا يتم عمليه التدريب بصوره دوريه لمجموعه المدرسين كلهم بتخصصه، وبدات بالفكر اللي هو ازاي يقدر يتعامل مع التابلت، وازاي ينزل نموذج امتحان معين، لدرجه ان ممكن يدي درس، يشوف برضه فئه من المجموعه من المعلمين اللي هم الاكفاء يضعوا درس، والدرس ده يتواصل مع السوشيال ميديا على الوزاره على طول على مواقع حاجه اسمها معلم اونلاين او المعلم اولا. برنامج المعلم اولا بيتيح للمعلم ازاي يقدر يخش ويعمل درس تفصيلي ويدخله على السوشيال ميديا، وتيجي زي عمليه فلتره، الوزاره بتشوف المدرس طبعا او الدرس ده مشروح بطريقه كويسه جدا، فبينزل على السوشيال ميديا بالنسبه للطالب، وهيتم اختيار مجموعه او فئه من المعلمين بالدروس بتاعتهم بصوره جيده، صوت وصوره فيديو كانه بالظبط، بدل ما بيقعد في مركز طبعا بال 500 طالب وال 600 طالب والهروب جدا من المدرسه ده، اعداد وفلوس ارقام في الحالتين. وفي الحاله دي هو على كاهل اللي هو ولي الامر، وعلى كاهل الطالب، وعلى كاهل طبعا. وللاسف كان في فئه بسيطه جدا او قليله جدا من المعلمين هم اللي هم طبعا مستفادين من الموضوع ده كله. وللاسف فكره الدروس الخصوصيه ان المعلم هو المظلوم في الموضوع ده، لان فئه كبيره قليله جدا من المعلمين هم اللي بيدوا طبعا الدروس الخصوصيه، وممكن يكاد بعض المعلمين غير متخصصين داخل المدارس او مش معينين ولكن شغالين في مدارس، عشان كده عدد كبير جدا من المعلمين اكتر من 70 او 80% ما بيدوش فعلا دروس خصوصيه زي ما هو طبعا بيتقال على السوشيال ميديا. طبعا فطبعا هي اهم نقطه عشان تصل المنظومه التعليميه صحيحه، لازم نهتم بحال المعلم وفي نفس الوقت الطالب. بعد كده المدرسة هي عبارة عن منظومة كلها كتلة واحدة، ما ينفعش نفصل جزء عن جزء. وزي ما حضرتك قلت الصدل ده هيبان يعني على مدى طويل. المدى. أنا هستأذنكم بس عشان إحنا بنحاول نتابع مع السادة المشاهدين الحدث أو الانفجار اللي حصل في محطة الرمسيس، محطة السكة الحديد، في خبر طبعا عن التكدسات المرورية اللي موجودة دلوقتي في المنطقة عشان ناخد بالنا. شهد شارع رمسيس بجوار محطة مصر الأربعاء 27 فبراير بسبب نشوب حريق هائل في محطة مصر، تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد
تصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بعشر سيارات إطفاء وخبراء مفرقعات وشرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة. وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق بأحد القطارات نتيجة اصطدامه بالرصيف رقم 5 وانفجار خزان الوقود، مما أسفر عن وقوع إصابات وجاري الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين. مراسلنا فريد إدوار موجود دلوقتي في محطة مصر، ممكن يقول لنا التفاصيل والأجواء هناك إيه؟ صباح الخير يا فريد. صباح الخير يا هبة، وصباح الخير على ضيفك وكل السادة المشاهدين. أنا الحقيقة في الطريق، لسه ما زلت في الطريق لمحطة رمسيس، لكن المعلومات اللي توفرت عندي من الزملاء هناك ومن شهود العيان أن تقريبا من ساعة ونص جرار قطر اصطدم برصيف المحطة، دخل متجاوز سرعته فاصطدم برصيف المحطة وحصل انفجار كبير جدا. لسه مفيش بيانات رسمية أو إحصاء للوفيات والمصابين، لكن من خلال الزملاء اللي هناك ومن خلال شهود العيان ومن خلال الصور اللي وصلتني أقدر أقول لك إن الوفيات ما تقلش عن 20 شخص، وفي تقريبا ما يقرب من 40 ل 50 مصاب، لأن الانفجار كان شديد. ودلوقتي في حالة كبيرة من يعني السيطرة على المكان من سيارات الإسعاف ومن الشرطة. برضو محطة سكك حديد مصر أعلنت إخلاء طبعا الرصيف كله، لأن كل اللي كان موجود على الرصيف للأسف إن ما كانش حصل وفاة فحصل على الأقل إصابة. برضو لسه وزارة الصحة ما طلعتش بيان رسمي، لكن اللي وصلني برضو من الزملاء من وزارة الصحة بعض المصادر أكدت إن في على الأقل 10 وفيات وجزء من المصابين راحوا لمعهد ناصر، اتحركوا على معهد ناصر. ما زلنا منتظرين بشكل رسمي تعلن وزارة الصحة وتعلن هيئة سكك الحديد عن اللي حصل بالتفصيل وعن عدد الوفيات وعن عدد المصابين. برضو المعلومات اللي عندي إن للأسف ممنوع التصوير، ممنوع تصوير القنوات حاليا، فال يعني مش هنقدر نكون موجودين بكاميرا في الوقت الحالي لحد ما نشوف امتى نقدر نكون موجودين ونغطي لكل السادة المشاهدين اللي حصل. نتمنى طبعا الشفاء للمصابين، ونتمنى ان ما يكونش عدد الوفيات كبير، لكن للاسف المشهد بيقول ان في عدد وفيات كبير وربنا يستر. واحنا موجودين ولو قدرنا نكون بنطلع او بننقل للسادة المشاهدين على الهواء اي شيء هنعمل كده، واحنا هنتواصل معاك حتى يعني بعد انتهاء البرنامج وعلى مدار اليوم. اكيد قناه سي تي في هتكون بتغطي الحدث وبتطمن الساده المشاهدين وبتوليهم الاخبار اول باول. على الشاشه زي ما حضراتكم شايفين دي بعض اللقطات او الصور لحادث الانفجار اللي كان النهارده الصبح من وقت بسيط. ربنا يرحم الجميع، وإن شاء الله المصابين اللي اتنقلوا على المستشفى يعني يتم إسعافهم ونطمن عليهم بسرعة. وزي ما قلت لحضراتكم هنوفيكم وهنتابعكم بالأخبار وبأي جديد. أنا يعني اتشرفت بوجودكم معايا، وكان نفسي طبعا أكمل مع حضراتكم أكتر، لكن يعني بتفاجئنا بعض الأحداث المؤلمة. بنقدم التعازي للجميع، ويعني ربنا يسترها على الجميع إن شاء الله. شكرا لحضرتك. نقدر تسمع لحضرتك ان انا اقدم باقي التعازي جميعا لجميع الضحايا، واتمنى طبعا الشفاء العاجل لكل المصابين. وناسف لهذا الموضوع، للاسف هي مصر معرضه في حاجات كتيره جدا. شكرا لك دكتور اشرف شكري الخبير التربوي وعضو المنظمه الدوليه المصريه لحقوق الانسان والتنميه. شكرا لك يا فلوباتير ايمن، نورتنا. بشكركم على وجودكم معانا النهارده، واشكر حضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقه النهارده من صباح النور. وان شاء الله نكون معاكم في يوم جديد بفريق عمل جديد للبرنامج، وبرده مع حضراتكم على مدار اليوم لاي جديد وللتفاصيل للحادث. شكرا والى اللقاء.